أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بهذا الفيديو حنحاول نشرح كيف نحن نقدر نبعت assignment أي فرض أو واجب للتلميذ عبر مايكروسوفت تيم، وكيف بيوصلوا لهذا التلميذ هذا الفرض، وكيف نحن بعد ما يوصلوا الفرض بيرجع بيرسلنا إياه، وبعد ما يرسلنا هذا الفيديو بنقدر نطلع على الإجابات، كيف نقدر نعمل علامات أو نحط فيدباك أي تغذية راجعة على الفرد اللي مرسل من قبل التلميذ. بداية أول ما نفتح مايكروسوفت تيمز بيطلع عنا التيمز اللي احنا أي صفوفنا المشاركين فيها، بنختار صف معين، بيطلع عنا الصفحة الرئيسية. بهذه الصفحة الرئيسية في عنا هون فوق بالجنرال بوستس فايلز كلاس نوتس، في رابع خانة هي الأسايمنتس. بيطلع عنا assignments اني الأساتذة بالمواد مختلفة بيكون حاطين assignments هون سابقا، ممكن نحنا نزيد assignment جديد أي نعطي فرض جديد للتلميذ. فبننزل لتحت هون في كلمة create موجودة هون بأسفل الشاشة، بيطلع عنا خياران assignment و quiz، وفي شي from existing. الكويز لاحقا بنحكي عنا كيف نقدر نحنا نعمل كويز للطلاب وناخد علامات مباشرة، وفرام existing معناتها بيكون في عنا assignment جاهز ومنقدر ندخله ونعدل عليه، كم بنحكي عنه لاحقا. هلأ نحكي كيف نعمل assignment جديد. فبنختار أول وحدة assignment، هيطلع عنا هيدي الصفحة الجديدة. أول ما بيطلب مننا هون حط title لهذا assignment، بحط هون مثلا math homework about limits. هيدا بهالطريقة العنوان بيظهر للتلميذ انه بيقدر هو يعرف عن شو هيدا الفرد. الخانة التاني فينا ندخل instructions، اي شو الواجب او شو المطلوب من هذا التلميذ. فينا نطلب منه solve the exercise ونزيد تفاصيل انتو بتعرفوها، يعني هي الامور اللي بتطلبوها من طلابكم، كمان بسموها instructions اي التعليمات اللي لازم يعملوها. تالت خطوة هي نحط علامة، العلامة هي ممكن تكون عن 10 أو 5 الرقم اللي بتختاروه، إذا حطينا علامة عن 5. رابع خطوة وهي كتير مهمة طبعا، هون قبل ما نروح رابع خطوة هي عنا add rubric، هو عبارة عن إنه إذا فتنا عليه بنختار عنا كيف منوزع العلامة، كل فرع قد عليه وكل فقرة قد عليها. إذا حبينا بس نحط علامة شاملة ما بنفوت عليها هذه rubric. هلأ هون في عنا assign to، لأي صف هيدا موجه هيدا الهومورك؟ واضح هون لأني فتن على الصف علوم حياة، معناتها هيدا الأسايمنت موجه لإلهم، لأني من بداية الأمر اخترت تيمز، لما فتن على تيمز اخترت هيدا الصف، معناتها بشكل تلقائي حيختار هيدا الصف. هلأ هون في عنا خيار هون all students، هل هيدا الفرد موجه لكل الطلاب ولا لفئة محددة من الطلاب أو مجموعة من الطلاب؟ طبعا نحن أكيد الفرد عادة موجه لكل الطلاب، لذلك بدون ما نعدل لهيدي. نوصل هلا لديت ديو، هو عبارة عن التاريخ اللي هو لازم على التلميذ يسلم الفرد فيه، اي اخر مهلة بيقدر يسلم فيها الفرد. طبعا احنا مجرد ما نعمل assign يعني معناتها الفرد بلش يظهر عند التلميذ وبيبدأ هو فيه بعد فرده، ولكن اخر مهلة عنده هون ب 25 نوفمبر 2020 الساعة 12. هلا اذا احنا حابين نعدل فيه انه هون ظهور الفرد والوقت اللي هو مسموح فيه ليسلم هذا الفرد، في نكبس هون الإدت منا بيطلع عنا ثلاث خيارات. الخيار الأول أمتى ببلش post date، يعني أمتى ببلش هذا الفرد يظهر عند التلميذ، فينا نغير فيه نحن أكيد هون بالكالندر، بس نكبس أول شي طبعا صح هذا المربع، بصير فينا نعدل فيها ونغير هون التاريخ اللي ببلش يظهر فيه الفرد عند التلميذ المطلوب منه، ونحط الساعة اللي بدنا يبلش يظهر فيها الفرد، بنحطها الساعة مثلا 7 الصبح. وهون due date هو امتى اخر مهلة في سلم فيها الفرد. طبعا هون عم بيطلب مني انه يكون لازم يكون after the assigned date، طبعا اكيد لازم يكون الوقت من بعد ما يظهر الفرد عنده للتلميذ، فطبعا لازم نقدم فيه نحن هون. اذا حطينا 26 لازم هون طبعا نحط 26، ونحط مثلا الساعة 10 أو 11 بالليل، فبنكون تركنا مو بحدود 10 ساعات، ممكن طبعا نزيد يوم او يومين او اكتر. في عنا خيار ثالث، طبعا التلميذ اذا تخطى هذا الوقت بيكون استلمنا منه الفرد ولكن بيكتب حد اسمه
انه تم تسليم الفرد بوقت متاخر. النقطه الثالثه اللي ما نحكي عنها هي الكلوز ديت، وهو الوقت اللي هو اذا حددناه تلميذ من بعد هذا الوقت ما عادش يسلم فرد حتى لو حاول يبعث فرد، فهو هذا الوقت كمان نحن فينا نغير فيه، فينا نحطه ب 27 وكمان نعطيه الساعه اللي بدنا اياها. بعد هذا الوقت 27 ساعه 11 بالليل تلميذ مستحيل يقدر يبعث هذا الفرد مره ثانيه. هون بعد ما ننهي هذه العملية بنكبس دان. في نقطة كتير مهمة لازم نحكي عنها هون بآخر شيء قبل ما نعمل إن نحط هذا الفرد على الجدول الحصص للطلاب، قبل ما نعرض هذا الفرد للطلاب، هو إنه نحنا شو هو الفرد المطلوب منه. طبعا نحنا كتبنا هون solve the exercise بس ما قلنا له أي exercise وما كتبنا له شو هو exercise. ممكن كافي typing هون نكتب exercise شو هو. ممكن نزيد له ريسورس. ريسورس هو عبارة عن الوورد أو الباوربوينت أو أي مستند نحن حابين يحل منه الفرد، أو حتى صورة مصورينها نحن عليها سؤال معين. فبنكبس على هيدي النقطة اللي هون اتاشمنت، بيفتح عنا صفحة مربع، يعني بهيدا المربع هيطلع عنا مجموعة خيارات. طبعا كل خيار له تفسير معين، ولكن فينا نروح لهون للأبلود فروم ذيس ديفايس، يعني نقدر نختار مستند وورد او باوربوينت او اي شيء من الكمبيوتر اللي عندنا. فبستكبس عليها بيفتح لنا ويندو، بنفتش بهذا الويندو على المستند اللي احنا حابين نرسله للطلاب، على فرض انه حابين نرسل له هيدي البي دي اف او هيدي الوورد. مجرد ما نكبس هون وركشيت 11 نختارها بحط اوبن، فمن هون بتتم عمليه الابلود لحد ما تنتهي بنكبس له دان. فصار عنده المستند اللي بده يحل منه الفرد، مجرد ما يضغط عليه بيطلع له هذا الوورد بيفتح قدامه وبحل السؤال الموجود بقلبه. بعد في عنا خطوة أخيرة هي إنه هيدا الفرد وين لازم يظهر عند الطلاب بأي شانل. إذا تركناه مثل ما هي حيظهر بخانة الجنرال، بس إذا نحن حابين نخصصه بس لمادتنا فبنكبس هون إيديت وبنختار المادة اللي نحن عم نعلمها ونحط دان. ساعتها هيدا الفرد حيظهر بالشانل اللي هي الرياضيات أو أي شانل نحن بنختارها، ومعاش بيكون مخلوط مع بقية الفروض اللي هي موجودة بالجنرال. نكبس هلأ هون إذا كنا كبسنا سيف معناتها هيدا الفرد حيتحفظ عنا بس ما حيظهر عند الطلاب، وإذا كبسنا سكيدجول حيبدأ هيدا الفرد يظهر عند الطلاب. هلأ إذا حبينا نطلع هيدا الفرد كيف صار شكله النهائي وكيف حيظهر للطلاب، طبعا منروح على أول شيء هون على جهة الشمال نختار المادة اللي احنا عم نعلمها أي تشانل اللي هي مثلا هون رياضيات. بيطلع عنا هون الأسايمنتس أو أي شيء عاملينه أكتيفيتي، بيطلع عنا هون الاسايمنت اللي انا اخترته او اللي عملت له كرييت، وهذا سابقا كنت عامل فرد للطلاب هون قبل سابقا مجهزه. ففيني اكبس هون كبسة فيو اسايمنت، بيطلع عنا هون اسماء الطلاب. في عنا شغله قبل ما نحن نحكي عن فينا نختار ستودنت فيو، وهي انه كيف التلميذ بيقدر يشوف هذا الفرد، يعني كيف يظهر عند التلميذ هذا الفرد. ومذكور هون كمان العلامه اللي حياخدها على هذا السؤال 5 بوينتس. إذا بنرجع نحن كيف بنشوف الأسايمنت هون، بنلاحظ هون إنه عنا مجموعة طلاب اللي داخل صفنا، في عنا حد كل اسم هون مذكور بعض التعابير منها turned in، وفي عنا تعبير تاني not turned in، وفي عنا تعبير ممكن يظهر كمان هو viewed. الفرق بيناتهم إنه turned in يعني معناتها التلميذ حل الفرد وتم إرساله لإلكم، not turned in معناتها التلميذ ما شاف الفرد بعده أبدا وما أرسل إجابات بعده، viewed يعني معناتها التلميذ شاف الفرد ولكن بعده ما أرسل إجابة. طبعا إذا كان التلميذ ما أرسل إجابة وقت متأخر حين كمان ينضاف هون ملاحظة أنه أرسل الفرد بس ولكن وقت متأخر عن اللي due date. إذا اخترنا حدا هو حال الفرد هو turned in، نكبس عادي turned in، بيطلع عنا اسمه للتلميذ على جهة اليمين وبيطلع الإجابة اللي له الموجودة قدامنا. هلأ بنقدر نحنا نكتب بعد ما نطلع الإجابة بنكتب فيدباك، أي على جهة الشمال هو عبارة عن ملاحظات ممكن نعطيها أو إرشادات إنه على الأخطاء اللي هي موجودة بالفرد. وهون بنذكر العلامة اللي نحن حابين نحطها على هذا الفرد وبنكبس كلمة ريتيرن. بس نكبس كلمة ريتيرن معناتها هذا التلميذ حيوصل له الإجابة أو حيوصل له رأينا أو ملاحظاتنا على هذا الفرد، وبنفس الوقت حيشوف العلامة من خلال نوتيفيكيشن اللي بتطلع فوق عنده بالجرس لما يفتح تليفونه. إذا ما ننتقل لتلميذ دغري تاني نحن ونحن موجودين بهذا المطرح،
في هون عندنا السهم اللي على جهة اليمين بيكبس هذا السهم، بنروح للتلميذ الثاني. هون طلبت أنا من أحد الطلاب إنه يحاول يعمل الفرد بشكل مجموعة صور وينزلهم PDF. هون عم يظهروا عنا بشكل PDF واحد، فنقدر نحن نطلع كل الإجابة كل الصفحات بنفس الوقت، أول صفحة وتاني صفحة وتالت صفحة، فبنقدر نشوفهم بهالطريقة أسرع من إنه نشوفهم بهالطريقة اللي هي عبارة عن صورتين للتلميذ الثالث. إذا كان مرسل بشكل صورتين فبدنا نكبس على الصورة الأولى ونطلع عليها، ونرجع نكبس على الصورة الثانية ونطلع عليها. نتذكر دائما فينا نعمل فيدباك، أي نكتب ملاحظات وكمان نحط علامة ونعمل ريتان. وفينا كمان إذا التلميذ مش مرسل فرد أو شيء، فينا نكتب له ملاحظة هون إنه أنت عليك إنك تأسرع بإرسال الفرد. وعم نخلص عملية تصحيح الفرد فينا نعمل كلوز، أي أنهينا هاي العملية. طبعا هون إذا خلصنا العملية بنلاقي إنه هون في علامة حطت للتلميذ الأول، بقايا ما حطينا له علامات. في هون إذا كبسنا بلس بنشوف الفيدباك اللي نحنا كتبنا له إياها، وإذا حابين نعدل عليها فينا نعدل عليها. مكتوب فوق returned one معناتها إنه نحنا صححنا لتلميذ واحد. ملاحظة هون إذا نحنا حبينا إنه نعمل داونلود لأحد الفروض لأحد الطلاب، فينا هون مجرد ما نفتح له فرده بنقدر نفوت على ثلاث نقط اللي هون، بنكبس كبسة داونلود، وبهالطريقة بنقدر نسيب الفرد اللي له عنا على الكمبيوتر. ملاحظة تانية وكتير مهمة انه هي اذا نحنا حابين نحصل على جدول اكسل بنذكر فيه الفيدباك واسم التلميذ وعلامته بشكل اكسل، بنقدر نستعمله اذا بنعمل علامات او معدل علامات للطلاب. بنكبس على ثلاث نقط اللي هون وبنختار export to excel، مجرد نضغط عليها بننتظر شوي لسنت تنتهي عملية الداونلود. بنروح على الداونلودز، بنختار الداونلود اللي هو اكسل اول واحد علوم حياة. بيطلع عنا جدول باسماء الطلاب بالاسماء العيال لهم الايميلات لهم والعلامة والفيدباك اللي بحال كتبنا فيدباك لهيدا الطلاب. ملاحظة أخيرة، نحن في نعمل تعديل على الأسايمنت، يعني نعدل على محتويات الأسايمنت إذا حبينا نزيد عليه، يعني نزيد على الأتاشمنت هون هاد ريسورس، يعني نزيد فرد إضافي أو حتى نلغي هيدا الفرد. إذا كبسنا على ثلاث نقط اللي هون نقدر نعمل ريموف نلغي الفرد. بعدنا بنقوم بالتعديلات اللي هي حبينا نعدل عليها، حتى في نغير الانستراكشن مرة تانية، أو فينا نعمل أتاشمنت هون لينك ندخله لينك إذا بدنا نحن ناخده على ويب سايت معين في بقلب معلومات أو إرشادات حول الحل. في نعمل بيست لللينك اللي أخدناه، وبقدر كمان نساعده بحل الفرد اللي بدنا إياه. إذا عملنا هو كل هو التعديلات وحبينا نحفظها بنعمل هون أبديت، مجرد ما نكبس أبديت معناتها تم تعديل الفرد، بالتالي وصلنا فرد معدل للطلاب. ملاحظة، في نعمل ديليت لهيدا الأسايمنت نهائيا، وبالتالي ببطل يظهر عند الطلاب الموجودين بالصف. هذا كل شيء، والسلام عليكم.